يا صباح الخير على كل سادة المشاهدين اللي بيشوفونا، ويوم جديد ونهارك سعيد وكرو عمل جديد. واسمحوا لي النهارده يوم 26 10 صح؟ 26 10 اسمحوا لي النهارده اه معلش ممكن نسمح لكم يبقى 26 يعني عادي الناس بتتلخبط الناس بتتلخبط عادي. اسمحوا لي في البدايه اصبح على عايده. صباح الخير يا عايده. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا ديده. صباح الخير يا شريف. صباح الخير على كل الناس اللي متابعانا النهارده. حلقه جديده ونهارك سعيد. ساعتين هنحاول نغطي معظم الحاجات اللي بتحصل في كل مصر وكمان بره مصر. بس خلونا نهني الشعب المصري اولا كده بالقانون الجديد اللي هيسمح للمصريين في الخارج ان هم يصوتوا في الانتخابات الجايه اذا كان شعب او شورى او رئاسيه. فده خبر ايجابي جدا. خبر ايجابي جدا فعلا. احنا خصصنا اكتر من فقره وكان عندنا اكتر من ضيف بيتكلم على هذه القصه لسه اخرهم الاسبوع اللي فات. كان احد المقيمين بالخارج والمعنيين بهذا الامر كان جاي مصر عشان يرفع دعوه ضد الحكومه المصريه. بيقول انا كنت متضايق جدا ان انا جاي برفع دعوه بطالب فيها بأبسط حقوقي. فأعتقد أن طبعا ده إنجاز كبير ويعني خطوة في تحقيق شكل يا رب يكون الأمثل للانتخابات اللي جاية. حتى يا رب لو كان مش الأمثل بس هي يعني بداية خطوة. بس هي بداية. وأنا كمان سعيدة جدا أن المصريين بيحاربوا عشان حقهم في مصر. صحيح. يعني اللي عايشين بره بيحاربوا عشان حقهم في مصر وعايزين يكون لهم صوت وعايزين يكون لهم تأثير في بلدهم وعايزين يكون لهم وجود في بلدهم. انا بس هيبقى همي كمان انهم فعلا يروحوا بقى ويصوتوا. مش لا بس بعد كل ده مش هيروحوا. يعني يا ريت نعمل نشوف تونس كده كنموذج بعيدا عن النتائج يعني. لانه التصويت من الخارج كان ارقامه كبيره جدا السنه اللي فاتوا. كان مؤثر وكان يعني قد كده كان اثر على نسبه الانتخابات في الاخر ونتيجه الانتخابات. فيا رب اللي مقيمين بالخارج الانتخابات خلاص يوم 28 احنا عندنا فكره خاصه. بس خلينا ان احنا كمان هيكون لنا دور في الانتخابات لاول سنه في اول مره في حياتنا. احنا نروح ننتخب؟ لا انا ما بتكلمش على الاستفتاء اللي حصل لفرق المصريين. انا بتكلم على حاجه ثانيه. ايوه نروح ننتخب. بنتكلم ان احنا اول مره كمصريين وجيلنا احنا بالذات يعني انا ما شفتش جيل اهلي كان بينزل ينتخب. انا بتكلم ان احنا كجيل احنا اول مره هننزل ننتخب. فدي حاجه بالنسبه لنا ايجابيه ان شاء الله. طبعا ربنا يستر. طيب كمان هيكون معانا بخصوص هذا الموضوع هيكون معانا فقره خاصه مع الاستاذ سعد عبود وهو نائب رئيس حزب الكرامه. واللي حكى لنا مش بس عن الموضوع ده حكى لنا كمان عن مواضيع تانية. معانا النهارده ايه تاني بقى؟ وغير كده كمان هيكون معانا فقره الصحافه مع محمد طلعت الهواري صحفي بجريده المصري اليوم. وختاما زي ما انتم متعودين بيبقى اخر فقره عندنا في نهارك سعيد يوم الاربعاء هو حديث الاربعاء اللي بنتكلم فيه عن اهم الاحداث السياسيه اللي بتحصل في مصر وبتشغل الراي العام. النهارده كمان هنبقى بنتكلم شويه عن لان الراي العام المصري كان منشغل بالحاجات اللي حصلت على مستوى العالم اذا كان ليبيا ومقتل القذافي وابن المعتصم اذا كانت الانتخابات في تونس. احداث كتيره كانت دوليه بالظبط بس كمان كان الشعب المصري مهتم بيها ومتابعها. فدي هتبقى طبعا وهنتكلم عن مصر اكيد بس يعني دي هتبقى فقره حديث الاربعاء اكيد. كل ده هيكون معانا ولكن زي ما قلنا تاني اول فقره بتكون الصحافه مع الاستاذ محمد طلعت الهواري ودينا. خليكم معنا.